إنتاجنا المحلي يغطي السوق المحلي بأرض الواقع ما يكفي حتى 10%. إذا بالورق يكفي السعودية والكويت. الحكومة ما قصرت. وين الأمن الغذائي اليوم؟ كورونا فضحت الأمر. مفروض يحاسبون وتعتبر جريمة حرب. يعني السياسة في سدة الزراعة. ما في الرجل مناسب مكان مناسب. والله ما دمر لأمه إلا مجلس الأمة. بسياسة الخاطئة هو اختيارنا إحنا مع الأسف. دولة العميقة والمحاصصة قطع دابرهم. الدعم اللي موجود يكفي المزارعين المنتجين. والله رايح للحرمين. خافوا الله في شعبنا يا. اللي قايمين على هيئة الزراعة هم اللي دمروا الزراعة. أنتم حاربتوا المزارع المبدع. لا حد يجاملكم. ما في اكتفاء ذاتي. وتحدى ينزل 2000 كرتون طماط. هيئة الزراعة فاشلة. أي وزير يبي يصلح يحارب حول إلى مصالح خاصة. إنه يحاربهم علني ويشهر فيهم. معروفين يشهر فيهم ويضرب. اليوم السجل المركزي موجود.